السلام عليكم. دلوقتي انا برفع فيديو على القناة. الفيديو كان مجانا، الذكاء الاصطناعي اكتب لك سيناريو واعمل لك فيلم انيميشن، تمام؟ فهروح لموقع RYTE، تمام، وهقول له ان انا عايز اكتب فيديو شانل ديسكريبشن، وادي له البروبوزر بتاعي واخليه يكتب لي الجملة اللي اقدر احطها بحيث ان الفيديو يطلع في محركات البحث اكتر. تمام، اروح لي هنا واقول له فارسم صور واحكي قصه وحارب خوفك وهكذا. عندك فيديو شانل، فيديو شانل ديسكريبشن، وعندك فيديو ايديز لو انت عايز افكار فيديو. تمام، كل اللي انت تعمله ان انت بس ايه تختار الكلام اللي انت عايزه ويبدأ يعمل لك وصف زي ما انت عايز. اهوت تاخد بقى كده كوبي وتروح هنا وتقول له بس. تمام،